السلام عليكم اخوتي اخواتي، مرحبا بكم على قناه الحميدي. الناس اللي خداو البكالوريا فكنقول لهم هنيئا لكم، وكنقول لكم مسيره موفقه في الحياه الدراسيه ديالكم او في الحياه العمليه. الناس اللي خفقوا عندهم الاستدراكيه فكنقول لكم حظ موفق ان شاء الله في الاستدراكيه. مازال الوقت قدامكم، مازال ان شاء الله باش تجيبوا الاستدراكيه، مازال باش تجيبوا الباك ديالكم بنقطه عاليه، مازال يعني الامل كبير وكبير جدا. بالنسبه للناس اللي ما حالفهمش الحظ وسقطوا فكنقول لكم ماشي نهاية العالم، مازال الوقت قدامكم والوقت الكافي ان شاء الله باش تجيبوا النقطة كبيرة. ما فيها باس اننا نعودوا البكالوريا، ما فيها باس اننا نعودوا العام ديالنا، لكن المشكل او لا يعني الخيبة هو انك تعود الباك وما تجيبش النقطة يعني طالعة. وانا اكيد على كلكم ان شاء الله اللي غادي يعود الباك فغادي يكون يعني هو الاول في القسم ديالو، او لا لما لا الاول ان شاء الله على صعيد في المؤسسة او الاقليم ديالو او الجهة ديالو. اذا ما تيأسوش خوتي، خدموا اشتغلوا، مازال كل الوقت قدامكم. اذا من خلال هذه الحلقة حقيقة جاءت يعني نزول عن مجموعة ديال الاسئلة اللي انا توصلت بها. كتقول شنو ممكن انه يعطيونا في الاستدراكيه، واش الاستدراكيه كتكون عاديه بحال الدوره العاديه، واش التصحيح كيكون يعني نفس التصحيح، شنو هما المشاكل اللي كتلقاو يعني اللي كنلقاو في الاستدراكيه، او المشاكل اللي ممكن انها تعيقنا فاثناء يعني ندوزو يعني للاستدراكيه، الى غير ذلك من الاسئله. اذا في هذه الحلقه رسيت على اني نجاوب على هذه الاسئله هذه. اذا بالنسبه للناس اللي عندهم الاستدراكيه، وكما كتعرفوا على ان اللي كيتعطاك في الاستدراكيه ماشي هو نفسه اللي كيتعطاك في الدوره، او عفوا اللي كيتعطاك في الدوره العاديه ماشي نفسه اللي كيتعطاك في الدوره الاستدراكيه. اذا من خلال هذه الحلقه حاولت انني نركز على شنو غادي تعطاك في الدوره الاستدراكيه بالنسبه للناس ديال الادب، وخصوصا في الماده ديالي اللي هي اللغه العربيه. اذا كما كتعرفوا كلكم على ان مسلك الاداب عطاهم في الدوره العاديه نص تطبيقي، وعطاهم حليمه يعني القصه كما كتعرفوا كما اشتغلتوا، ومسلك العلوم الانسانيه عطاهم النص النظري اللي كيهضر على المسرح. اذا خوتي والناس ديال مسلك الاداب عطاوكم في النص في الدوره العاديه النص التطبيقي، كونوا اكيدين على الدوره. هنا في الدوره الاستدراكيه غادي يعطوكم النص نظري، عطاكم النص نظري. علاش كيبدلوا لكم؟ لان كيقولوا التلميذ ربما انه ما عندوش الاليات، او لا ما عرفش كيفاش يحل النص التطبيقي، اذا في الدوره العاديه غادي نبدلوا له وغادي نعطيه النص النظري. اذا هذا فيما يخص المسلك الاداب. اما المسلك ديال العلوم الانسانيه عطاهم في الدوره العاديه، عطاكم في الدوره العاديه النص نظري كيهضر كما قلت لكم على المسرح. اذا كونوا اكيدين على ان في الدوره الاستدراكيه ان شاء الله غادي يعطيكم النص التطبيقي. اذا خوتي كنتمنى الناس ديال مسلك الادب انهم يمشيو يركزوا على النص النظري، والناس ديال مسلك العلوم الانسانيه انهم يمشيو يركزوا على النص التطبيقي. وحقيقه يعني من خلال تجربتي واحد مجموعه من التلاميذ على ان النص النظري كيكون ربما اسهل وابسط بكثير من النص التطبيقي. لكن هذا لا يعني انك يعني غتعجز فقط وتقول لا راه النص النظري احسن من النص التطبيقي، لا ذلك، فهما تقريبا نفس الشيء، غير فقط يعني الاليات ديال النص النظري كتكون يعني والادوات باش كتحل النص النظري كتكون بسيطه شويه شويه على النص التطبيقي. بالنسبه يعني الفيديوهات ان شاء الله القادمه غادي نحاول انني، واخا انني درتها حقيقه في الفيديوهات اللي دازوا وفي الفيديوهات اللي حطيت انا في القناه ديالي، فشرحت هذا الفرق ما بين النص النظري والفرق ما بين يعني النص التطبيقي، شنو هما الادوات او الاساليب اللي كنستعملوا في تحليل النص التطبيقي وتحليل النص النظري، الى مجموعه من ذلك من يعني الفيديوهات وشرحات حول يعني هذه النصوص النظريه والنصوص التطبيقيه. ايضا من خلال يعني الحلقات القادمه ان شاء الله غادي ننزل فيديوهات ايضا غنشرح فيها بالتفصيل الممل كيفاش الشغل على النص التطبيقي وكيفاش الشغل على النص النظري.
واش يعني نفس التصحيح او النفس يعني التصحيح اللي كيكون عند المصححين اللي كيكون يعني كيصحوا بالطريقه اللي كيصحوا بها العاده الدوره العاديه هما نفسهم يعني نفس الطريقه باش كيصحوا دوره الصدر. كيف كنقول لكم يعني راه نفس الطريقه ما تخافوش، لان في الدوره الاستدراكيه كيكون فيها نسبه النجاح كتكون طالعه. اذا خوتي ما تملوش، ما تقولوش بانكم فقدتوا الامل على انني ما غادي نجاوب الدوره الاستدراكيه والدوره الاستدراكيه صعيبه. كنقول لكم لا، كنقول لكم لا، وبامكانكم انكم تجاوبوا تجيبوا نقطه طالعه في الدوره الاستدراكيه. علاش؟ لان كيحسبوا لكم اكبر نقطه هي اللي كتخاد لكم. نعطيكم نموذج، الا خدمتي مثلا كنتي جبتي في الدوره العاديه 15 في اللغه العربيه، عاودتي للدوره الاستدراكيه وجبتي فيها 8، فكيخليو لك 15، كيخليو لك 15 نقطة طالعة. إذا خوتي حاولوا تشوفوا فين عندكم الخلل، المادة اللي نتوما ما جبتوش فيها النقطة، وحاولوا أنكم تخدموا عليها بشكل كبير وكبير جدا، يعني باش تطلعوا المواد، وخدموا على المواد اللي كتكون فيها يعني المعاملات طالعة، بحال اللغة العربية، بحال اللغة الإنجليزية، بحال الفلسفة، يعني هذو كلهم تقريبا كيكون عندها معدل، والاجتماعيات أيضا كيكونوا فيها معدلات طالعة. حاولوا أنكم تركزوا عليها، وكل خير وكل خير مازال إن شاء الله باش تجيبوا الباك ديالكم وباش تجيبوه بنقطة طالعة. نقول لكم بنقطة طالعة، إلا كان هذاك في الدورة العادية جابها ب 11 أو 12 او حتى 14، فبامكانكم انكم نتوما تجيبوها ب 15 16. طبعا الى هيئتوا ووجدتوا وما مليتوش، ونتو دابا تراجعوا الادوات ديالكم وتراجعوا الدروس ديالكم، فان شاء الله كل خير مازال في الدوره الاستدراكيه. اذا اخوتي اخواتي ما تنساوش انكم تنزلوا لتحت تبركوا على زر سابوني وتفعلوا الجرس، الجرس تبركوا لي تفعلوا باش توصلوا بالجديد يعني اللي انا كنحطو على القناه. وما تنساوش لي لايك، ما تنساوش لي لايك، ايضا ما تنساوش التعليق، راه التعليق ديالكم كنقراهم تعليق بتعليق، وكنرد التعليق ديالكم نتوما وكنجاوبكم يعني بطريقه مباشره. اذا الى كان شي سؤال فمرحبا، قناتي مفتوحه للجميع، واضرب لكم موعدا الى الحلقه القادمه ان شاء الله.